ربي وين أخذوا ابني سألوني؟ خلي إيمانك بالله كبير تارا، رح يصير شي على الصغير، لا تقلقي، ما بتقدر تطالعوا برات هاي المستشفى، عملوا احتياطاتهم وسكروا كل المخارج، وهلأ كل العائلة بتكون عم بتدور عليها. ليش عملت أختي فيني هيك سألوني؟ بالأول حاولت تدمر زواجي، واليوم جاي تسرق مني حياتي وتأخذ أغلى شي عندي. لا لا أبداً أبداً، ما رح أسمح لتدمر حياتي، لازم لاقي ابني ابني ابني. تارا على مهلك، وقفي شوي. اختي هاتي الولد لك، هاتي. شو لوين رايحة تارا؟ اختي اختي رجعي لي ابني، رجعي. عندك تارا؟ قلت لك هاتي الولد. عم قلك عندك، اوعك تقربي، لا تتحركي من هون، لا تفكري ابدا تأذي الولد، واذا بتقدمي خطوه واحده بس والله بدمر حياتك كلها وبحرق قلبك. بفهم انك عم تهدديني تارا، بدك الولد خدي، يلا تعي خدي. اختي لا، لك هاد ابني شبك، لا بترجاكي ما تعملي هيك، بترجاكي يا اختي بوس ايدك لا تعملي هيك، ارجوك يا اختي بعتذر منك سامحيني، كرمال الله عطيني الولد، كرمال الله خليه معي، بترجاكي رجعي لي ابني، بترجاكي رجعي لي. ليك تعالي خدي، هو ابنك يا تارا، بس بصراحة تحملته 9 أشهر لحتى يشرف على الدنيا، هلأ دورك تتحملي تعبه، خدي يلا قومي. خليكي تتهني وتفرحي ولا لحظة بولادة الصغير يا تارا، أنا اللي رح خليكي تبكي طول عمرك. تارا تارا اهدي شوي.